السلام عليكم خواتاتي حبايبي العزيز، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم البنات جيتكم بفيديو جديد بماسك جديد، بما ان العيد قريب خاصكم تهلاو بريسكم البنات. المهم البنات، هانتوما عندي هنا الحليب ديال المعيز، المهم حليب المعيز شتو انا عند جارتي. المهم نتوما الا لقيتوه، الا ما لقيتوه كديري حليب كامل الديسم ولا بدانون السوس. البنات كما كتشوفوا هنا عندي كاس، تقريبا كاس ديال الحليب ومعلقة ديال مايزينا منشا نجي الدورة. عندي هنا راس معلقة ديال النيلة الحرة يا البنات، النيلة الزرقاء الحرة. مهمة البنات باش غتعرفوا النيلة بلي هي حرة، غتجربوها في يديكم، تحكوا فيها غير شوية هكا في يديكم ومسحوها، إلا حيدات بالسهولة بلا الصابون عرفوها راها حرة، إلا ما حيدتش وبقى في صبغه في يديكم عرفوها مزوره. صافي البنات، المهمه هنا درتها فوق النار وغنبقى نحرك فيها تحريك مستمر حتى تولي كريمي. البنات تتولي كريمي، هانتوما كما كتشوفوا باقي كنحرك فيها حتى تجمع ليا كما كتشوفوا. المهم البنات، نتمنى بارطاجيو الفيديو وتلايكيو ليا الفيديو، تفرجوا على هذا الفيديو اللايك الله يعطيكم الخير وتبارطاجيو، وشكرا من كيرا تتمنى بحال وجودكم ان شاء الله باش نبقى نشارك معكم الوصفات اللي كنستعمل في الوصفات. حتى في الوصفات اللي كنستعمل انا ما كنشاركهمش معكم باش نبقى نشاركهم معكم. المهم البنات، ها انتما شفتوا ها هو التجمع ليا كما كتشوفوا، انتما كذا مجموع ولات طريين كما كتشوفوا. ها انتما شفتوا صافي، نبقى على نبقى بحال هكا حتى تجمع ليا بحال هكا. صافي غادي نفيدها فوق النار وغنزيد ليها يا البنات واحد شويه ديال زيت اللوز الحلو اللي عندها البشره جافه، غدير زيت اللوز الحلو. اللي ما عندهاش البشره جافه اللي بشرها الدهنيه تخليها بحال هكا بلا ما دير الزيت. انا درت الزيت اللوز الحلو حيت البشره ديالي جافه بزاف، البشره ديالي ناشفه وكتقشر. صافي هنا درت ليها الزيت وخلطته مزيان. صافي هنا يا البنات، هاد القرعه جديده قرعه الدجاج، هنا القرعه ديال الدجاج اللي غسلتها مزيان بجبيل والصابون وعقمتها ومسحتها مزيان وما يبقاش فيها الماء. صافي غادي نديرها فيها ونديرها في الثلاجه وقت ما بغيتها نهزها. راه البنات ما كتخسرش، كتبقى مده طويله، كتبقى عندكم تقريبا اكثر من السيمانه. ها نتوما كما كتشوفوا هنا البنات، ما بغاتش تلصق ليا في يديا حيت يديا ديجا دهنتهم بواحد المرطب ملي غسلت ما صافي دهنت يديا عاد جيت باش نشارك معكم. ها نتوما البلايص اللي ما فيهم الزيت في يديا راه كتلصق فيه. صافي البنات، غادي نشارك معكم كيفاش درتو وجهي. المهم غادي تغسلوا وجهكم بالماء الدافي والصابون اللي ولفتو كتغسلوا به، عاد تعاود تشللو بالماء بارد باش تسدوا المسام. صافي البنات، المهم ها الماسك ديالي وجد. ها نتوما كما كتشوفوا والله البنات كينقي الوجه، النيله زوينه كتنقي الوجه. هنا كنديروا لوجهي حتى وجدت الفطور، هذا الفيديو صيفط لكم في العشيه حتى وجدت الفطور وحطيت بولشي وساليت، قلت علاش لا نصيب واحد الماسك. ها نتوما كما كتشوفوا انا دابا درتو لوجهي كيبان لكم، راه النيله زوينه. مره اخرى البنات غنشارك معكم الصابونه كيف كنصيبها، الصابونه ديال النيله انا كنصيبها غير في الدار وغادي نشاركها معكم مره اخرى ان شاء الله. يلاه البنات، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وتبارطاجيوه البنات، ومره اخرى ان شاء الله نبقى نشارك معكم وصفات ان شاء الله باذن الله يا ربي. يلاه عواشركم مبروكه ان شاء الله، دوزوا العيد بخير ان شاء الله. ايوا تهلاو فريوسكم، راه العيد قريب ومع الطيب ديال الفران في الكوزينه والشقه ديال رمضان راه ولينا حاله والله العظيم، الا وجهنا ولاو حالتهم حاله. ايوا هذا الشيء علاش خاصنا نوضوا هاد 10 ايام الاخرى، نوضوا نديوها فريوسنا شويه، بقاو نديروا التبريمات ونديروا الماسكات. يلا بسلامه.